رفعت التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو سيدي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى نائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، وإلى ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وإلى حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المناسبة المجيدة في هذا اليوم التجمع ويوم الوطني، فهذا يدل على ما يدل على التوحد والاتحاد 71 اللي هو مستمر إلى يومك هذا، وهو في تطور وفي عطاء في ارتقاء. ونشارك نحن كقبيلة الساعدي من ضمن القبائل الموجودة في هالميدان بهذه المناسبة، ونقدم الشيء البسيط لدولتنا ولقيادتنا الرشيدة، ونعهد الله ونعهد القيادة الرشيدة بأننا نكون مخلصين في هذا الوطن ونفذ الوطن بالغالي والنفيس. إيه يواب الله يواب، يا رب ترحم من سلف زايد ومن عنده وقف، واسلم رحمتك تنزل على البشار، ونحن العباد الطايعين صبيان يكبار الشيم. ايه يواب الله يواب، افعال تبقى والاسم لو راح وطرن وانقضى، عيال زايد والنعم حاضر فعلهم ما مضى.